طبعا أن الحكومة التركية يعني قامت بمثل هذه الخطوات الخطيرة وردت فعل الشعب التركي كثيرة جدا بهذا الخصوص، لأنه لا يوجد هجوم من قبل الحكومة السورية إلى الأراضي التركية، فلماذا نحن نخوض في مثل هذا الحرب؟ ولهذا السبب يعني الفشل في سياستهم تجاه سوريا واضح جدا، ويعني المواطنين والأطراف المعنية يطالبون الحكومة التركية بوقف مثل هذه القضايا، لأنه الجندي التركي يعني لا ينفع تواجدهم في سوريا إلا أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الجيش العربي السوري، وإلا لا ينفع مثل هذه التحركات، ليس لصالح تركيا أبدا، ولا إلا أنه أيديولوجيات المتطرفة التي يحملونها ينفعهم يعني من مصلحة حزبهم وليس من مصلحة بلدنا تركيا. ومن هذا المنطلق أستاذ جواد، يعني هذا الاعتراف الصريح لأردوغان، كيف يعني تستغله قوى المعارضة وكذلك الداخل التركي لإنهاء هذه الحروب التي لا طائل منها خارج الحدود التركية؟ طبعا المعارضة بدأت تشتغل في البرلمان التركي وحول أنه انتقادات شديدة على هذه السياسة، يعني بصراحة الذي يفكر بمصلحة تركيا فقط في هذه المرحلة، إلا أن تكون مشكلة نزوح الجماعي إلى الحدود التركية السورية، وهذه المشكلة تنحل فقط في التعاون بين دمشق وأنقرة، لكن الحكومة التركية يعني تفر من حل هذه المشكلة إلى جهات أخرى. يعني لو كان هناك تعاون بين الجيش التركي والسوري كان الحال أحسن، لكن الحكومة التركية رفضت كل هذه التعاونات، والآن بدأت القتال والقصف المواقع السورية. هذا أصلا ليس لمصلحة تركيا، هذا الذي نقول ونؤكد مرة أخرى. نعم، وعطفا على ذلك أستاذ جواد، يعني وبرغم من كل ما ذكر وما تفضلت به آنفا، أردوغان اليوم يصف سياسته بأنها ليست مغامرة وكذلك ليست أمرا عبثيا، إن كانت ليست كذلك فما هو التوصيف الأدق من وجهة نظرك عطفا على ما ذكرته قبل قليل؟ يعني بالنتيجة وسائل الإعلام التركي عندما يقومون بنشر هذا الخبر لا يقدرون يقنعون المواطن التركي، لأن الشعب التركي لا يقتنع بتصريحات نارية أو بالاستهلاك الإعلامي وغير ذلك. لكن يعني ننتظر أن يأخذون قرار عقلاني بدلا من تصريحات نارية وغير ذلك. يعني هناك أطراف طبعا المفاوضات السياسية أهم من طريق القتال والحرب في سوريا. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي جواد كوك، حدثنا مباشرة من إسطنبول.